أشرف الموتى عن أرض مقدسة على ثراها تجلى الله موحيها. أنا الشهيد الذي يوم استجارت بي أخذت من عمري عمرا لأعطيها، فلو تعود إلي الروح ثانية لكنت بالروح بعد الروح أفديها. الشهيد حينما تصعد روحه إلى السماء يرى مقعده من الجنة، وينظر إليه المجتمع كله بعين من العزة والفخر، ويصبح وكأنه ملك لكل أسرة مصرية لا منتميا لأسرته فقط، من كل بيت مصري. من إحساس الحزن لحظة ما يجي الخبر، وزهوة الفخر اللي بتتحول زغاريد بعد الرضا بالمكتوب، بيعيش الشهيد ويملى مكانه في القلوب قبل الشوارع والبيوت. ورا كل باب من بيوتنا ألف حكاية وحكاية بتروي سيرة ملهاش لا بداية ولا نهاية. سيرة موصولة من شهيد لشهيد، وشوش طيبة وهدف واحد. والشهيد ضحى علشان يطهر تراب البلد من كل حاقد وكاره للبلد. كل اللي راحوا من الشهداء دول كانوا عارفين قيمة تراب البلد كويس قوي، عشان كده اختاروا يضحوا بنفسهم عشان. تراب الأرض اللي كل شبر فيها هو الهدف والغاية. الخبر لما جاني اتوجعت، وفي نفس الوقت فرحت لما لقيت مصر كلها تحتفل بيه. طول مصر وعرضها خريطة ملهاش حدود في شوارعنا وحوالينا، من أسوان لإسكندرية هتلاقي في كل مدينة وفي كل قرية فيها شهيد. امشي في كل الحواري وامشي في كل مكان هتلاقي المدارس والمنشآت كلها متزينة باسم شهيد. الله يرحم كل الشهداء. بيوتنا الطيبة أسماء كتير متسطرة بالنور، في دفتر وطن لا بينسى اللي وفى ولا اللي ضحى عشان يطرح في أرضه الخير. بيتنا فيه أكتر من شهيد وشهداء مصر ضحوا بأرواحهم عشان إحنا نفضل في أمان. الناس دول كانوا بيقوموا بزورهم، كل واحد فينا بيخدم مصر بطريقته، ودور احنا مستمر بسبب الناس دي. يوم ورا يوم بتتسجل اسامي، كل يوم بنسمع على شهيد بس مصر اللي هي الباقيه، وبنعيش قصصهم وحكاياتهم. وعايز تسمع حكايات ناس استشهدت، تعال اقعد مع الناس الكبيره واسمع رواياتهم عن 67 و73. كل يوم شهيد بيروح عشان الوطن يفضل متماسك. اي خطوه بنعملها لقدام هما بيكونوا السبب فيها، اي خطوه اي انجاز اي حاجه حلوه هما برضك بيكونوا السبب فيها. صحابنا قرايبنا وناس طيبين وناس شقيانين، وفلاح فات زرعته عشان يحافظ على الوطن، على شرفه وعرضه وعزوته.
الفلاحين هم اللي عارفين قيمة الأرض دي. لولا الشهيد ما كانش التراب ده فضل مصر. كوباية الشاي الحلوة اللي احنا بنشربها دلوقتي دي والعيشة اللي احنا عايشينها دي ترجع لشهداء مصر. الناس دول اللي عارفين قيمة الوطن بجد وضحوا بروحهم عشاننا عشان احنا نعيش. أسماء ياما غنينا لمشاورهم وقصص بطولاتهم، لكن مهما اتقالت الحكايات ومهما اتغنت قصايد واتكتبت روايات، الناس دول أكبر من أي كلام يتقال فيهم. ولو كان الكلام بحجم جبال، إذا كان حد بيقدم لنا خدمة أنا بقول أنا عاجز عن الشكر، فهقول للشهيد إيه؟ الشهيد حدوتة مصرية متقسمة حلقات، أنوف مؤلفة وأسماء كتير. هم اللي مدينا الأمل، الأمل في الحياة وبكرة اللي جاي. ناس ربنا اختارهم يثبتولنا إن في حياتنا حاجات تستاهل أي تضحية نقدمها. الشهداء مات عشان احنا نعيش كلنا ونعيش في الارض بسلام. عشان كده هيفضل دايما رمز نحنيله باحترام وطاقه ايجابيه بنتحرك بيها لقدام، نبني ونعمر بلادنا ونطرح في خطوينا امل جديد ونرسم ملامح بكره اللي جاي بكل فضوح. صابر رصاص الغدر فارقنا